صديق الفقراء، محب الأطفال، معلم ومناضل وإنسان أحبه كل من عرفه، سواء في سجون الاحتلال التي قضى من عمره فيها نحو عقدين من الزمن أو خارجها. هكذا يصف مجد أبيه بدران جابر من الخليل، الذي استقبل وأهله وأصدقاؤه المعزين من كل أنحاء فلسطين اليوم في قاعة الكاثوليك بمدينة رام الله. كل العنف اللي واجه فيه الاحتلال وقابل الاحتلال ردا على الاحتلال كان عكسه في الحياة الاجتماعية، سواء معانا كأبنائه أو مع الناس. أبوي كان صاحب للدراويش، صديق للدراويش. أبوي كان بحب الأطفال، أحفاده بلعب معهم بطريقة مش يعني، كان كتير ممكن يقعد ينسجم يلعب مع أحفاده نص ساعة أو ساعة دون إنه يمل، بلعبوا وبياخدوا نظارته وبياخدوا دواء وكذا. احنا في المناسبات في الخليل احنا دائما مضيوفين، دائما بيجي الناس من كل الشرائح، العاملين بالسياسة ومن غير السياسة، أسرى محررين، مؤسسات سلطة وأحزاب. بس لما بيجي درويش بتشوفه، لما بيجي حدا مسكين من قرايبنا أو من غير قرايبنا بتلاقيه بيعطيه كل الأهمية، بيطلع وبيستقبله وبيقعد معه وبيضل معه، وبتلاقي انه بيعطيه كامل الاهتمام اللي بينعطى لاي مسؤول او لاي حدا في كل المناسبات. بيقولوا لنا على المقبره انه سامحوه، اقسم بالله ما انا عارف ايش بدي اسامحه، يعني بصدق لم اجد شيء عمره قصر او اخطا عفوا او قصدا في حقنا. لا تقول الله يسامحه، ما عمروش اخطا بحقنا، ما عمروش قصر بحقنا، بالعكس كان دائما مثال. وأنا بظن إنه هو النموذج، لما تقول الأب الحنون الدافي المعطاء كان بدران جابر الله يرحمه. أبو غسان فقيد الشعب بأسره، يحب الجميع ويخشى على مشاعرهم، وقته للناس وليس له، تقول زوجته ازدهار، مؤكدة على مضي من أحبه على نهجه وطريقه. بدران كان مش أب لأسرته أو زوج أو، كان للكل أخ وأب، معلم، مدرس، قدوة لجميع أبناء الشعب. افتقدوا وطن بأكمله، مش فقيدنا لحالنا، فقيد الوطن كله. وإن شاء الله اللي علمنا عليه والنهج اللي مشى عليه بنضل متعلمين وماشيين عليه نحنا وبقية هالناس اللي تعلموا منه، وإن شاء الله بضلوا ماشيين على دربه. إنسان خلوق مؤدب، بحب الجميع، بخاف على الناس، بخاف على مشاعرهم، مش عايش إله لحاله، عايش للناس، عايش للوطن. ما فكر في يوم يعيش لحاله هذا إلي بدي أعمل إشي إلي، لا، كان يعيش للناس. ويعد بدران جابر الذي توفي الثلاثاء الماضي عن 75 عاما قيادي ومناضل وطني وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ويصفه رفاقه بالوطني الذي لم يتوه أو تنحرف بوصلته يوما، صديق حميم وصداقته لا تنسى. بدران هو من الأشخاص اللي لم يتوهوا، تعرف شو معنى يتوه يعني؟ تعرف كيف؟ بدران أولا رجل، وثانيا مناضل، وثالثا بروليتاري يعني بالمعنى الكادح تماما، ورابعا يعني لم يرتشي، وكان ضد كل الذين باعوا أنفسهم، وحميم في صدقاته على فكرة ولا ينسى. الحقيقة من أفضل ما قيل عن بدران في بيت شعر لفوز البكري، بقول في القدس يا صنعاء وقد هانت مصيبتها لما استوى في سماء القدس بدرانه. فبدران كان محبوب مننا جميعنا في الحقيقة. ودرس جابر في مدارس الخليل الابتدائية والثانوية، وأكمل دراسته في الجامعة الأردنية، وحصل على بكالوريوس في الآداب قسم الجغرافيا عام 1970. تعرض للتحقيق عدة مرات وتفرغ للعمل النضالي، فالتحق بفدائي الجبهة الشعبية، فتوالت الاعتقالات والملاحقات بحقه، وفارق الحياة بتاريخ مليء بالنضال.